هل هناك حياة خارج الأرض أم أننا وحدنا تماما في الكون؟ نحن نعيش في مجرة مأهولة بمئات المليارات من الشموس. الكواكب الشبيهة بالأرض ستكون بالمليارات. فلماذا في هذا الفضاء الشاسع لم يكن لدينا بعد اتصال مع حضارات خارج كوكب الأرض؟ فينبغي أن يكون ممثلوها معنا بالفعل. أين هم؟ وتقدر أحدث دراسة علمية نشرها علماء من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في ديسمبر 2020 أنه داخل مجرتنا درب تبانة ربما كانت هناك حضارات أخرى خارج كوكب الأرض قبل أن تختفي. تبدو بعض النظريات أقرب إلى الخيال العلمي وستسعد بالتأكيد عشاق الأجسام الغريبة خارج كوكب الأرض. وهي تنص على أن الأرض ستكون في الأساس موضوعاً للمراقبة لكائنات خارج كوكب الأرض. وأخيراً فإن حقيقة أننا لم نكتشف بعد إشارة راديوية من خارج كوكب الأرض تذكرنا قبل كل شيء بضخامة الكون وصعوبة التقاط اتصال. أن تكون البشرية قد التقت كائنات فضائية أو أنها زارتنا على كوكبنا الأزرق أو تلقينا منها إشارات ورسائل، فهذا ما لم يؤكده أي تقرير علمي أو رسمي صادر عن مؤسسة تعمل على اكتشاف الفضاء حول العالم. منذ نحو قرن من الزمن بدأت البشرية في إرسال موجات راديو إلى الفضاء، وأن هذا الإشعاع وصل إلى نجوم وكواكب يمكن تتبع الأرض انطلاقا منها. ويقدر الباحثون أن 29 من الكواكب التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن وتقع في مجموعات شمسية قريبة من الأرض هي في وضع جيد لمشاهدة دوران الأرض، وكذا التنصت على البث الإذاعي والتلفزيوني البشري. أحد الاحتمالات هو أننا وحدنا تماماً ويائسين في الكون بأكمله. لن تكون هناك حياة إلا على الأرض. كل العوالم الأخرى عقيمة باختصار. أو كان من الممكن أن تكون الحياة قد بدأت ثم تم إبادتها بواسطة حدث كوني. هذا ممكن، ولكن يبقى من الصعب تصديقه عندما نعلم وفقا للإحصاءات أن هناك ما لا يقل عن 40 مليار من الكواكب شبيهة بالأرض صالحة للسكن في مجرتنا وحدها. نحن نفضل أن نفكر على العكس من ذلك أن الحياة وفيرة. على مدى عقود تحدت الأجسام الطائرة المجهولة الهوية جميع محاولات التفسير. الخدع، الظواهر الطبيعية، أدلة على الحياة خارج كوكب الأرض. غالباً ما يتم ازدراء الأجسام الغريبة من قبل العلم وإساءة معاملتها من قبل وسائل الإعلام. ومع ذلك، كل يوم يشهد الناس على ظواهر جوية غريبة وأحياناً مثيرة. في كتابه الجديد، ضوء النجوم، يكشف عالم الأحياء الفلكية آدم فرانك أننا لم نكن أبداً أقرب إلى الإجابة على هذا السؤال، وذلك بفضل المعلومات من التلسكوبات القوية مثل هابل والمسابير الفضائية مثل فوياجر. وبفضلهم، نعلم أن هناك فرصة في عشرات التريليونات لعدم وجود حضارة أخرى غير حضارتنا. من ناحية أخرى، نجد اليوم أكثر صعوبة لتحديد ما إذا كانت لا تزال هناك حضارات أخرى اليوم خارج كوكبنا.
في انتظار رصد معلومات جديدة موثقة عن المخلوقات الفضائية الصغيرة ذات فاصل اللون الأخضر أو الرمادي، سيحتفظ الجنس البشري باللقب المنشود. على الرغم من صعوبة التحدي، إنه النوع الذكي الوحيد المعروف حالياً في الكون.